ريان اشبك؟ لا تقولون لأهلي. ريان 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 بشويش عليه بشويش بشويش يا صايب. تعال جيبه هنا. بسم الله. ارفع رجله يا ابني. ريان 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 يا ماما ايش هذا؟ هاي خالته. ايش ده؟ رصاصة خالتي طلعوها منين؟ مين هم اللي سووا في طيب؟ مين سوى فيك كذا؟ جاوبني. خالتي ساعديني تكفين. انا كنت مخطوف ورموني عند باب المجمع. طب ايش حتسوي؟ اكلم الشرطة وحكلم الاسعاف. لا خالتي ما تقدرين. لو بلغته الشرطة ولا بلغته اي حد بيذبحوني. لا يا ماما لا لا ما حد حيذبحك ما حد حيذبحك. انت عندنا لا تخاف لا تخاف لا تخاف. طب يا ابني مين سوى فيك كده؟ خالتي بتساعديني ولا اختيني؟ لا 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 خلاص خليك خليك. هل تتكلمين ولا مع حد؟ سامعه ولا لا؟ روحي بس دكي على ابوكي وقولي له تقول لك ماما ارجع البيت بسرعه ولا تحكي ولا شيء. فاهمه؟ تحركي. طب يا ولد يا ريان اسمعني، هم مين اللي سووا فيك كذا؟ ها؟ خالتي ما تعلمين احد. طيب. ولا حتى اهلي. تمام. لو عرفوا بيذبحوني خالتي. طيب. لا ان شاء الله انه ما حيسوي لك شيء.